السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. سنقوم اليوم بمراجعة ما أخذناه سويا. هل أنتم مستعدون؟ أهداف الدرس اليوم هي في نهاية الدرس على الطالب أن يكون قادرا على أن يميز بين الضمائر أنا ونحن، أن يذكر الحرف الناقص في الكلمة، أن يذكر حرف المد في الكلمة، أن يكتب الحرف المناسب مع الحركة المناسبة. قبل أن نبدأ في حل التدريب الأول، هيا نتذكر سويا ضمائر المتكلم. من يذكرني؟ نعم، أنا تستخدم للمفرد عندما أتحدث عن نفسي. من يعطيني مثال؟ أنا أأكل الجزر، أنا ألعب مع أصدقائي. رائع. أما نحن تستخدم، اسمعكم، تستخدم للجمع عندما نتحدث عن أنفسنا. أعطني مثال. نحن نحب معلمتنا. أنا أيضا أحبكم جميعا يا أحبابي. هيا الآن سنبدأ بالتدريب الأول. صل الجملة بالجملة المماثلة. تعلمنا بأن نتهجى الجملة كلمة كلمة وأن نصلها بالكلمة بالجملة المناسبة. أنا نبدأ بأول جملة. أنا أحب أبي وأمي. أين الجملة المماثلة؟ هذه. نحن نحب الروضة. لا، أنا أحب أبي وأمي. ممتاز، هيا نصل سويا. رائع. الجملة الثانية. نحن نحب العسل. أين نحن نحب العسل؟ نحن نحب العسل. هذه. لا، نحن نحب العسل. أحسنتم، هيا نصلها. آخر جملة. نحن نحب الروضة. نصل نحن نحب الروضة. ممتاز يا أصدقائي. والآن سوف ننتقل التدريب الثاني. اكتب الحرف الناقص من الكلمة. كيف تعودنا أن نكتب الحرف الناقص من الكلمة؟ بأن نتهجى الكلمة حرف حرف لنصل إلى الحرف الناقص. أول صورة معنا صورة نخلة. هيا نتهجى سويا. نا نا أول حرف هو حرف النون. مكتوب، هل أكتبه مرة ثانية؟ لا، نخ خ. أحسنتم، الحرف الذي يلي حرف النون حرف الخاء. مكتوب حرف الخاء؟ لا، أكتبه مرة أخرى. أكتبه أنا نخلة نخلة. ولا ننسى يا أصدقائي بأن حرف الخاء هنا في وسط الكلمة، يفتح ذراعاته الأسنان، يمسك ما قبله ويمسك ما بعده. ممتاز. الكلمة الثانية كلمة تاج. تعال نتهجى سويا. تا تا أول حرف هو الحرف الناقص ويكون حرف تاء. تاء فتحة. تاج تاج. وحرف التاء هنا في أول الكلمة يفتح ذراعه اليسرى ليمسك ما بعده. الكلمة الثالثة هي كلمة شمع. شمع. الحرف الناقص يكون حرف الشين وهو في أول الكلمة شا شين فتحة. شمع. آخر صورة معنا هنا صورة قطة. قطة. قي قي أول حرف هو حرف القاف كسرة ومكتوب، هل أكتبه ثانية؟ لا. ماذا بعد القاف؟ قطة. ط حرف الطاء في وسط الكلمة. قطة يفتح ذراعاته الأسنان. ممتاز جدا. هيا بنا الآن ننتقل إلى التدريب الثالث. اكتب الكلمة ثم قسمها. كيف تعودنا بأن نكتب الكلمة؟ ننظر إلى الصورة. عن ماذا تعبر هذه الصورة؟ عنب. عنب فاكهة لذيذة. بنكتب الكلمة عنب بأن نتهجى
الكلمة حرف حرف ولا ننسى الحركات. عين 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 كسرة عين ن عينابو عينابو، ولا نكتب عينابو. رائع. ننتقل إلى الكلمة الثانية وهي قطة. قطة، هيا نكتب كلمة قطة. قي قي قي، قاف كسرة قطة ط ط، قطة تو تو، تاء مربوطة. والآن دعوني هنا أذكركم بأن قطة تنتهي بالتاء المربوطة، وعند الوقف نقول قطة. من يذكرني ما الفرق بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة؟ التاء المربوطة، رائع، عند الوقف بتنطق ه، قطة وقف قطة. أما التاء المفتوحة عند الوقف فتنطق تاء كما هي لا تتغير. يعطيني مثال. بيت، عند الوقف بيت، لم تتغير، لم يتغير حرف التاء عند الوقف. ممتاز. ها آخر صورة معي هنا، صورة موز. موز، ما ما، ميم فتحة، مو، واو سكون، موز. زي، أحسنتم يا أحبابي. والآن هيا بنا نقسم الكلمة بأن نضع كل حرف بمفرده في المربع. أول حرف هنا عي، عين، عينا، ن، نون في وسط الكلمة بتفتح ذراعاتها الاثنين، عينب، باء في آخر الكلمة يفتح ذراعه اليمنى ليمسك ما قبله. نحلل كلمة قطة. قي قي، أول حرف قاف بأول الكلمة، قطة طاء في وسط الكلمة، قطة تاء مربوطة. موز، ما، ميم فتحة، مو، الواو في وسط الكلمة. لماذا هنا الواو في وسط الكلمة تفتح ذراعها اليمنى فقط ولا تفتح ذراعاتها الاثنان؟ ها من يجيبني؟ كلكم رائعون، لأن الواو من الحروف ذات الذراع الواحد، تمسك ما قبلها ولا تمسك ما بعدها. موز، زاي في آخر الكلمة. أحسنتم أحبابي جميعا. والآن سننتقل إلى التدريب أكتب حرف المد. قبل أن نكتب حرف المد، من يذكرني ما هي حروف المد؟ عندنا ثلاث حروف، حرف الألف والواو والياء. وحروف المد كما نعلم لا تأتي أبدا في أول الكلمة، وأنها أيضا لا تنطق. ممتاز. حرف المد، حرف ألف المد لابد أن يسبقه حركة الفتح. ماذا يفعل حرف المد بحركة الفتح؟ هل ينطق حرف المد؟ لا، بيطيل صوت الفتحة قليلا. مثال: غزال، غزال. ممتاز، حرف ألف المد أطال صوت الفتحة قليلا. وكذلك ياء المد تطيل، لابد أن يسبقها كسرة وتطيل صوت الكسرة قليلا، مثل تاء كسرة تي، تاء ياء كسرة تي. أحسنتم جميعا يا أحبابي. أما حرف الواو لابد أن يسبقه حركة الضم. وماذا يفعل واو المد في حركة الضم؟ يطيل صوت الضم قليلا. مثال: باء ضمة بو بو، باء واو ضمة بو. أحسنتم جميعا. والآن هيا نخرج حرف المد من هذه الكلمة. ديكو، أين حرف المد؟ ألف أم واو أم ياء؟ حرف الياء. ممتاز، لماذا حرف الياء؟ لأن يسبقه حركة الكسر، دال كسرة. هنا حرف المد ألف لأن يسبقه فتحة، يعني ننطق هذه الكلمة سويا، غزال. ألف المد نلاحظ هنا أنه يطيل صوت الفتحة قليلا.
أما حرف المد هنا ألف أم واو أم ياء، من يجيبني؟ ما شاء الله عليكم كلكم رائعون. حرف المد هنا هو الواو. آخر كلمة، كلمة حديقة. حديقة حرف المد هنا هو ياء، لابد وأن يسبقه كسرة. أحسنتم جميعا يا أصدقائي. آخر تدريب معنا، اكتب الحرف الذي في بداية الكلمة مع الحركة المناسبة. كما تعودنا بأن ننظر إلى الصورة ونتهجأ أول حرف مع الحركة. هذه صورة كعبة. ك ك كعبة ك، أول حرف وحرف ك، فتحة أم كسرة أم ضمها؟ ك ك، أفتح فمي إذن هي ك فتحة. ممتاز. ثعبان. ثو ثو. ثاء ضمة. ديك دي دي. دال، وأنا أكسر فمي إذن هي كسرة. ما هذه؟ صقر. ص ص. صاد فتحة. والآن نكون قد وصلنا إلى نهاية التدريبات. أستودعكم الله وأنتظر منكم حل التدريب بهمة ونشاط كما تعودت منكم. أحبكم كثيرا. سأترككم الآن مع أنشودة الحروف. اللقاء. أو إي بابو بي تاتو تي ثاثو ثي. أو إي بابو بي تاتو تي ثاثو ثي.